الوليد اللي جاي مسكين من بلجيكا، هو الابن الوحيد من اللي سمع الشرط، تاثر متاثرت وحرام تحيد له منع الواحد من الميراث. اش غدير هاد المراه بعد الفلوس؟ قال لي عندها 68 سنه، اش غدير بهم؟ خد خمسه كيران كتزور واش ما شبعش، خد خات ليه مليار، خد دار، هادي فين غادا؟ غادا على القبر هي وداك هي وفلوسها. انت خد شي القبر من القبر، من تما الحبس، من الحبس القبر. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا الأجزاء ديال موضوع ديال بشعيب، مشاهدينا الكرام الفيديو الأخير كانت فيه مستجدة جديدة والقمة في الغرابة هذا الملف. مشاهدينا الكرام، سمير والأم ديالو كما قلت في السابق، من بعد ما شافوا الفيديو اللي تكلمت فيه هند اللي هي الإبنة ديال بشعيب من الزوجة الثانية، نطقت الاسم ديال السي محمد، قالت بانه باه اللي هو فائقد الاهليه بوشعيب ما عرفهاش، وتيقول لها السي محمد. من هنا انطلقت القصه بمنحى اخر، الظهور ديال طريقه السي محمد والابن ديال السي محمد. شكون هو السي محمد؟ وهو اخو الزوجه الثالثه الله يرحمه، توفى حوالي 3 سنوات. سي محمد الابن ديالو سمير والام ديالو اللي هي الطليقه ديال سي محمد اللي مات، عطاتنا معطيات بعدد كبير من المغاربه. سمير كيربط الاتصال باستاذه زينب، كتدخل على الخط، تبعوا معايا. اتصلتي بزينب؟ زينب خبرتنا، قالت لنا بانه دخلت هي على الملف الثاني. كيفاش؟ وانا السلام عليكم ورحمه الله. انا كنت في برا بلجيكا، و شي صديقه ديالي شي صحابي صيفطوا لي الفيديو في يوتيوب، وملي شفت ديك القصه زعما اللي انا فيها، القصه ديال بوشعيب ولو كوزان ديالي فؤاد، شفت هذيك الفيديو وشفت هذيك لافوكا. ملي جيت هنا المغرب وشفتها والحمد لله اتصلت بها باش تعمل ان شاء الله باذن الله الضو فداك الشيء ديال الوليد اللي كان زعما مريض وشاده عمتي، وقلنا ان شاء الله يجي لنا شي ان شاء الله شي فرصه ان شاء الله باش هذاك الشيء الحق كل شيء يبان. شفنا زينب في يوتيوب والحمد لله باش ان شاء الله تعاوننا في هذيك القصه ديال الوليد اللي توا مات وتوفى الله يرحمه، باش ان شاء الله يا ربي تجينا ان شاء الله الضو في هذاك الدوسي ديالو. كنتمنى لك التوفيق. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا الاستاذه زينب كيفاش شافت الملف. استاذه تبعتي القصه من الاول، ربط بك الاتصال عصام ووجه لك النداء، استجبتي ليه، درتي الاجراءات القانونيه، من بعد كيفاجئك سمير. سمير هو الابن ديال المرحوم السي محمد اللي هو الاخ ديال الزوجه الثالثه. حكى لك القصه، تبعوها معنا الناس، كيفاش شفتي هذا الملف؟ شكرا استاذ يوسف، شكرا ولدي سمير اللي تا هو دار ثقه فيا، بما ان شاف بانني غنعاون ولاد عمته، ولاد عمته اللي هما عيسى، ولد عمته اللي هو فؤاد، والولد الزوجه الاولى السي بوشعيب المليونير اللي هو عصام. فعلا انا تقدمت بزاف ديال الملتمسات، بزاف اجراءات في هذا الملف، ان شاء الله غنفاجئ المغاربه بالنتائج كلها غدا ان شاء الله. اما بالنسبه لسمير، ملي جا عندي عطاني شي معطيات اللي بينت لي بان هاد السيده اللي هي عمته واللي هي الام ديال فؤاد اللي هي الزوجه الثالثه اللي كانت زورات على الزوج ديالها بعد الحجر عليه، كتضربه باش كتسيني ليها، دارت خمسه كيران فسخت العقود به، هو محجر عليه وما عندهاش حق دير لي انه محجر عليه، ورجعت هذوك الكيران ديالو، وبما ان ولدها الواحد منهم باع، خد 40 مليون في واحد لونواغ ديال واحد الارض باع ب 200 مليون، والزوجه ديالو هي اللي خاتها. فاذا بك كان تعاود الام ديالو، الام ديال الزوجه الثالثه ديال بوشعيب. كان شد، كنت متبع هاد الحلقات، كنت نشوف بان الابنه ديال الزوجه الثانيه اللي كانت هضرت معكم استاذ يوسف وكان بوجه غير مكشوف، اللي كتقول قالوا لي اش عرفتي الاب ديال؟ قلت لهم
اش عارفك؟ قال لهم لا ما عرفنيش، كل شيء كيقول لي السي محمد. اذا هنا كاين واحد النقطه اساسيه اللي تذكر لهذا الابن سمير، هذا الولد سمير اللي جا من بلجيكا على هذا الاساس، ملي سمع هذيك الهضره بان يقول السي محمد، السي محمد كيقول غير السي محمد، السي محمد، يعني انه كيتذكر ما وقع للسي محمد، بان داك الشيء اللي وقع للسي محمد كيوقع عليه دابا، يعني ان كان على اطلاع، لدرجه ان السي محمد مشى كيفاش هاد السيده اللي نصبت على 12 ولاد ديال بوشعيب مليونير، ونصبت عليه هو بركة تنصب عليه هو محجر عليه، ما عندهاش الحق لان هادي ولات طاغيه، هاد المرا خاصها تمشي للحبس، غادي تقدم لها شي كيف هاد الموضوع. وبما ان هاد السيده كيقول السي محمد جا ولد ديالو من بلجيكا، السي محمد شكون هو؟ السي محمد هو الاب ديال سمير اللي معنا دابا، الاب ديال سمير اللي كان يقيم الديار خارج المغرب، واللي كان مزوج ب الوالده ديال سمير، هو الاخ ديال هذا المتهمه الرئيسيه، درجة انها الزوجه ديالو السي محمد هو اللي دا الاخت ديالو لبلجيكا ملي كانت عندها 17 سنه، يعني بغا يتهلا فيها ودير، الا انها قامت بزاف مشاكل تما لدرجه ان السلطات البلجيكيه ما تحملتهاش ورجعوها المغرب. ديك الساعه تزوجت في هذا بوشعيب اللي كانت هي الزوجه الثالثه ديالو، ملي تزوجت به كيلاحظوا ملي شافوا هذا بوشعيب هذا المليونير اللي وقع عليه هذا الشيء، اللي وقع عليه الزهايمر، اللي مضروب للراس، ضربه هي الراس، ما عرفناش حتى الخبره خاصها الدار هذيك الضربه، نورمالمون ملي كان قالت لهم راه تضرب الراس، نورمالمون كدير شي خبره علميه باش يعرفوا، باش طبي باش يعرفوا شكون اللي ضربوا، كان يمكن تعتقل هذيك محاوله قتل. وبما ان علاش فؤاد خرج من دارهم؟ خرج من دارهم راه ولد زوجه الثالثه، كيفاش ام على قبل الفلوس تضحي بكل شيء، على قبل الفلوس ضحات بولدها جرات عليه لان ما يمكنش ما تقدرش تربيه. اذا بي انا دابا تيقنا بان الاب ديال سمير هو الاخر، لان كان عندها، لان طلقاته من مرته وبقات هي معاه، كانت تلح عليه لدرجه انه تشلل وقات، ربما كانت تضربه، ربما هي ادت القتل ديالو ما عرفناش حنا. اذا هنا غنقدروا نطالبوا حتى بالتشريحات لبوشعيب، لان هو استاذ في اللقاء ديالو قبل ما يتوفى الاب ديالو كان شاف بواه وقال لي راه كضربني، هو قال لي هذا الشيء صحيح؟ صحيح. شكرا. ما دامت كضرب راجلها وولد ديالها خرج عندك الاساس، مره ضربته الراس، مره كتهرس ليه يدي على قبل باش يسيني ليها، اذا با سمير ما تجدرته، تقدر تكون لدرجه ان السيده كتموت على الفلوس لهالدرجه، خات ليه مليار، كان عنده في كونت مليار، فين هو المليار ديال السي محمد اللي بوشعيب كيقول السي محمد، السي محمد، لان تقات ليه في الذاكره ديالو، هي الاخيره، هي اخر خطة دارت، لأن عارف أش دارت، لأن درجة أني كيبقى عاقل عليها، بقى السي محمد، السي محمد كيبغي يقول لهم بأن السي محمد راه وقع ليه، لأن دابا هو ديما تحت التهديد، وأما كذلك مشات خات دار ديال الأخ ديالها اللي هي 10 من الإطاج، خداتها وكتبتها في سميتها، كيفاش هاد الراجل غاتكتب كل شيء في سميته، ويجي الأخ اللي هاد الإبن ديالو هو الوارث الوحيد اللي ما بلغاتوش وما حضرش الوفاة ديالو وما حضرش، كون كان حضر كون كان عارف، سمع بانك تقول شافت تضربو، قال لي راه كيهددني تهددني بالضرب، كان ما يدفنوش، تيجي الابن هو الوحيد المسؤول على الدفن ديال الوالد، هذه في قانون خاصهم يحضر الولد ديالو عادي تدفن، ماشي انت تجي ما عرفتش كتفكرني انا في فيلم هذا اللي غادي نوصلوا لي فيلم ديال ديك، ماشي فيلم، قصه واقعيه اللي وقعت في مصر ديال ريا وسكينه، ربما غنبقاو نقلبوا في هذا الميز، غنبقاو بزاف الناس تحطمت السيده، علاش غتكون السيده؟ كيفاش؟ هنا خاصو يتفعل القانون، بركه من العباس،
هذا راه خاصك تفعل القانون بما فيه غنعرفوا بالنسبه لوشعيب اللي المليونير اللي ولده اللي خرج على من عند امه اللي هي الزوجه الثالثه على اساس كتضربوا هرس ليه يديه وكتضربوا ما تقبلش هاد المسائل واللي هو البكر ديالها لدرجه انه ضربوه وخد شهاده طبيه في 30 يوم وما تفعلش ديك الشهاده الطبيه نظرا لانك تهدو كتقول لي بان راه غنمشي نشكي بك البوليس لانها ام. لا هذه ماشي ام، راه القانون ماشي كيجي واخا دير العنف ضد الاصول راه ماشي كيجيو يعتقلك، راه كيعرف معطيات. شحال من شي ام كتجي تقدم شكايه ضد ولادها ولكن القانون كينصفها وكتعطى البراءه لان عارفينه كيكراسوا الملف حيت الاسباب هي اللي كتبين لك. بما ان شردت ولدها وشردت 12 اللي معاها وشردت الزوج ديالها وشردت خوها اللي عندها الابن الوحيد هو هذا، كيفاش هاد الولد اشنو زعما اشنو جات خات كلشي؟ العماره ديالو بغينا نعرفوا فين هي، بغينا نعرفوا كيفاش تفوتات هاد العماره، نجبدوا له الاوراق ديالو. واحد كان هو كان عنده مصاب بشلل نصفي كانت كتضربه باش كيسيني لها هادشي، يعني ان بدور الانسان راه ضعيف اكثر المرض راه كيضعف وكيهزر. اذا حنا انا دابا تعهد مادام جا عندي سي سمير اللي هو مسكين جاي من بلجيكا كيتعطل الوضعيه خايبه ديالو، دابا ملي سمع هذا الشيء راه الدورات النفسيه ديالو وبدات فيه شكوكات، ربما باه مات مقتول ربما باه كيفاش دارت ليه. اذا حتى هو كان في مرض الموت اللي من الشلل راه مشى الموت. اذا هي هاد السيده غنجدو هاد الملفات غنصفحهم نعرفوا الطريقه ديال تفويت الارض والطريقه ديال اخذ فلوس من الابناك وغنديروا معاينه للبنكه شكون اللي كان تيخرج لك فلوس وشكون اللي خرجهم وغنوصلوا للحقيقه ان شاء الله ولا شيء غير الحقيقه. استاذ شكرا لك، كنتمنى لك التوفيق في المسار المهني ديالك. مشاهدينا الكرام غادي نشوف بعض الاسئله الجوهريه في الموضوع مع سمير. سمير السؤال اللي عندي معك هو انت جيتي من بعد الوفاه تا مات الوالد ديالك ديك الساعه انت جيتي، شنو الاجراءات اللي درتي انت؟ انا الاجراءات اللي درت ملي جيت انايا اولا مشيت انايا باش ناخذ لي بابيي ديال هذاك الشيء ديال الدار كيفاش في مشى هذاك الشيء هذاك الورث، ومشيت بحث مشيت سولت شي ناس وهذاك الشيء بور ليغيتاج قالوا لي كلشي تباع كلشي تباع كلشي كتبوا لها صدقه. يعني مشيت درت هذيك لي ديمارش ديالي على قبل الوالد ملي توفى الله يرحمه و درت لا بروسيدور ديالي اللي عاديه وزعما مشيت سولت في زعما على قبل رزقي وداك الشيء ويعني كتبوا كل شيء كتبوا لها. من شفنا الوراق لقينا كتبوا لها صدقه والمبلغ المالي سولتي في البنكة مشيت البنكة عطى لي حق عمي اللي في هولندا عطى لي الدوسي ديال الوالد زعما لي تراس ديال لو كونت ديالو ديال لا بنك. اولا مشيت استقسيت في هذيك لا بنك مشيت باش نسول عليهم هذيك لو مونطون اللي فيها حيت كان فيها بزاف لي زوبيراسيون، بغيت نمشي نسول زعما هذيك ليستوريك ديالها وكيفاش الوقت ديالها وهذاك الشيء. ما عقلوش عليا قالوا كيفاش ما عقلوش عليك؟ قالوا لك ما عندناش ولا وريت لهم لي بروف لا كارت ناسيونال ديالي وسميتي لا كارت ناسيونال ديال الوالد حتى عندي لا كوبي ديالها ولا لي روتري دو بنك لان السيد ما كاينش عندنا. مشيت سولت في لا بنك كبيره اللي في المدينه قال لنا السيد عمر ما كان عندنا، قلت له كيفاش ما كانش عندنا؟ هو ما كانش عندكم زعما ما جي با انفونتي، انا جيت لعندكم باش نعرف فين هي داك الشيء فين هذيك اللي باقي الامانه فين هي فيها. ما عطاوش ليا دخله. ملي واجهتيهم دوك الوراق اللي عطاك الاخ اللي عطاك يمكن عمك عطاك الوراق فيهم المعامله البنكيه ملي شافوا هاد الوراق اش قالوا؟ ما كيعترفوش بهم ما واخا لونطيط ديالهم واخا ديالهم كلشي باقي عندي كلشي دابا كلشي هذاك الدوسي كلشي اللي دفعت اللي كان عندي كلشي نعطي دابا للمحاميه ان شاء الله يكملها على بالخير الله يحفظها. غادي تشوف هذاك الشيء زعما ما يمكنش نجي هنايا المغرب ونضيع وقتي نبقى نهضر معاهم في الخوا، عندي كلشي لي بروف عندي الواقع ما عطاوش ليا. ايفل با مي دوني لو باساج ني لوفيرتور
ايوا عندي لي رابور ديال لا كلينيك، تا لي رابور ديال لا كلينيك قالوا لنا في لا كلينيك ملي مشيت عنده قلت لهم الوليد زعما دو كوا باش مرض وهذاك الشيء بغيت نعرف وهذاك الشيء، قالوا لنا الدوسي ديالو في لا كلينيك تا هو مشى لي زارشيف ما بغوش يعطوا ليا الورث ديال الدار ديال سيدي معروف الرابع ما بغوش يعطوا ليا تا هو، وعندي هذيك لا بونك ديال الاولى اللي كان فيه الامانه ديالو قالوا لنا السيد ما كاينش عندنا فوالا. انا ما غاديش انفونتي، نحاول دابا الحمد لله، دابا جات فرصه الحمد لله، جيت على قبل هذاك الشيء الحمد لله، جيت على قبل هذاك الشيء باش ندافع على نفسي. والوالده مسكينه قالت لي ولدي راه داك الشيء الحمد لله راه كيخرج في يوتيوب والناس اتصلوا بيا، قال لي سمير مشي دافع على نفسك، مشي شوف اللي يوقف معاك. والحمد لله تبارك الله لافوكا هي معنا، غادي نعطيها كل شيء ان شاء الله، وكل شيء غيبان، ما بغيت نظلم حتى شي واحد، بغيت رزقي اللي يرجع ليا، بغيت رزقي اللي يرجع ليا اللي كتب لي الله. هي خدات كل شيء، كرماتني في كل شيء، كرماتني في كل شيء، جي غيان دو تو. او الوالد الحمد لله عاش في المغرب، التقاعد ديالو لا روتخي ديالو الحمد لله كان عنده راس المال والحمد لله اللي كتب له الله، يا غيان سي با بوسيبل. كلامك مؤثر والناس كيشوفوا امور. مشاهدينا الكرام، استاذه عندها اضافه، سمعتي ياك؟ سمعت بالنسبه للابناك، قال لك بانه مشى للابناك الا قالوا لي ما كاين حتى شي حساب في البنك، كيفاش ما كاين؟ غنمشيو حنا غندكن مساطر مهمة ديال الابناك، الابناك سي كندير بها شكايات، لان بالنسبه للابناك سي كدير بها خير شي اخطاء ولا كدير شي ثغرات، راه هما مسؤولين. لا 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 قالوا ما كاين حتى شي كونت هنا، مع العلم ان الكونت ديالو كان مفتوح لان كانت تيدوز ليه التقاعد. هنا غنقلبوا ان شاء الله في بنك المغرب الكونت، يقدر يكون بزاف الابناك، غنجبدهم كلهم وغنعرفوا شكون اللي يسحب بواحد بواحد، وراه غيتبع اي واحد بالنسبه لهذا المجال. وبالنسبه الدار قال لك مشى كيقلب على الدار، العساس حنا غنجبدو شهادات ملكية، شهادات ملكية ديال الدار يعطيني العنوان ديالها، غنجيب شهادات ملكية وغنشوفو إمتى تفوتت الدار، واش مفوتة لمن، إيه التاريخ ديال اللي تفوت، باش نعرفو بزاف الحوايج. وأنا كيبان ليا بأن هاد السيدة راه ما دام دارت زور على راجلها وكضرب راجلها وكضرب، إذا دارت نفس الشيء بالنسبة للأخ ديالها، وخا نقدر نمشيو بعيد من هاد الشيء، راه يمكن يعرف فيها حوايج أخرى اللي غادي تورط فيها مزيان، لأن يمكن نشكو في هاد الوفاة لا ديال الأخ لا ديال الضرب اللي كضرب راجل لمحاولة القتل، راه غنصدقو في حوايج أخرى واللي ما يحتملش عقباها. وإن شاء الله ما غنسكتوش على هاد الملف في أسرع وقت، غتبان النتيجة ولا شيء آخر. الحقيقه لان الحقيقه الدور ديالنا هو تحقيق العداله، وحنا حنا متمسكين بالعداله. وهاد الوليد اللي جاي مسكين من بلجيكا، هو الابن الوحيد ملي سمع شرا تاثر متاثرت، وحرام تحيد له منع الواحد من الميراث. اش غدير هاد المراه بهاد الفلوس؟ قال لي عندها 68 سنه، اش غدير بهم؟ خدت خمسة كيران كتزور واش ما شبعتش، خدات ليه مليار، خدات دار، هادي فين غادي؟ غادي على القبر هي وداك هي وفلوسها، هادشي خدات شي القبر من القبر، من الحبس، من الحبس القبر، لان ما يمكنش ما عندها فين تخرج، هادي غادي الحبس، من الحبس غادي القبر. هادشي اللي كنقول، راه عندها عدالة الأرض وعدالة السماء. نشكر بزاف السيد وكيل العام الملك، كنشكر الهيئة القضائية كلها، لأنهم تاهما كياخذوا واحد العبء كبير من باش كيخرجوا الملفات الواقع اللي كتبقى علاقتهم مع الفرقة الوطنية ومع الله يحسن عوانهم، راه كيخدموا بجدية. وإن شاء الله راه ضامنين معنا في أي ملف حطينا كيتضامنوا معنا، وراه كيديروا خدمتهم، وكنشكرهم تاهما من المنبر، لان احنا عندنا دوله الحق والعداله ولا شيء غير العداله. استاذ الله يوفقك يا ربي، كنتمنوا لك التوفيق توصل الهدف ديالك بطبيعه الحال. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القصه ديال بوشعيب، موضوع واضح، لازلنا في مستجدات جديده في الموضوع، كنوضعكم في الصوره اكثر، وكذلك خدينا هذا الموضوع قصه للعبره ولتنوير الراي العام اكثر في مثل هذه الوقائع. مشاهدينا الكرام، ملف ديال بوشعيب الان انضم لنا الملف اللي هو على جد مقربه او على صله كبيره منه، اللي هو ديال السي محمد. كيفاش انضم لنا سمير؟ بين حقائق اخرى لا نعلم ما هي التطورات بطبيعه الحال اللي ممكن تكون في هذا الملف. ما يهمنا دائما هو قصه للعبره وتنوير الراي العام، كما لا نوجه الاتهام لاي احد، لكل طرف له الحق للتعقيب إذا تبين له عكس هذا الكلام، فنحن نرى الإشارة للتعقيب. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.